علي، لو هسألك ليه ما روحتش مارست رياضة تانية مثلا، يعني بجانب حتى اللي هو رياضة الحمام الزاجل، يعني ايه اللي خلاك فوكست بس او مركز بس في ده؟ هي حسيت ان هي مثلا ايه، لان يعني مثلا بمارس مثلا اي رياضه تاني، بس هي مثلا دي موضوع مثلا انا حابه، وزي مصطفى ما قال لك هي حب عامله زي الادمان. يعني انت مثلا لو واحد مثلا غاوي وسابق وكلام من دوت وحب اللي هو يبطل شويه هيرجع لها تاني، لان هي عامله زي الادمان. انا مش عارفه اتخيل طبعا ان احنا مش في المود ده، بس ممكن فعلا الكلام ده يبقى حقيقي، اللي هو انت بس انت بتربي برضه، يعني انت طبعا بتربي برضه. يعني انتوا منافسات بتدخلوها، المنافسات بتدخلوها بالحمام اللي انتوا بتربوه. الحمام اللي مثلا بيبقى مثلا في موضوع مثلا استوكات اللي هي الاهالي، انت بتجوزي انت بقى حسب خبرتك بقى، مثلا الجناح ده مثلا عايز تظبطه مثلا مع حمامة تانية، مثلا الجناح دوت اللي انت تطلعي بطل في اوكي الاخر، انت عارف تطلعي بطل ويبقى فرد حمام كويس في السباق وكده.